تنمت يا اسلام؟ ني انت ما نمتش ليه؟ مش جاي لي نوم. طب يلا نايم، انت لسه جاي من السفر وما قعدناش من الصبح. بقول لك ايه يا اسلام، انت لسه هتقول الصبح بقول اللي انت عايزه. يلا نايم. انا عاوز اتكلم معاك في موضوع كده، مش قادر اتكلم مع حد غيرك فيه. موضوعي انت يا ابني قلقتني. انت شفت الراجل اللي اسمه خرده ده اللي جه النهارده؟ ماله؟ انت سمعته وهو بيقول خزان من جوه خزان صح؟ كذاب، وابوك قال كده؟ بس انا شفته يا اسلام. شفته ازاي؟ شفته في شقه المحافظه، خزان من جوه خزان زي ما بيقول. خزان من جوه خزان؟ ايوه. بس ابوك قال انه كذاب، واديك شفت قال له ايه النهارده. ما هو ده اللي مخليني مش عارف انام يا اسلام. يعني بابا ممكن يكون بيكذب علينا؟ لا طبعا، بابا عمره ما كذب. نهار اسود، الراجل كان بيقول من سنة سنة ونص. يكون بابا ما تكملش، اوعى تفكر كده. انا فكرت زيك كده، قلبي كان هيوقف، كنت هموت. قفل قفل على الموضوع ده، حاول تنام. انت هتعرف تنام؟ طب ازاي بقى؟ هو انا هيجيلي نوم لما اعرف الحقيقة؟ لو الحقيقة كده انا مش عايز اعرفها، عايز اموت قبل ما اعرفها. بابا ده عمره ما كده. انت لسه صاحي لحد دلوقتي؟ انا مش جاي لي نوم، وبصراحه مش عارف اعمل ايه. قلت تطلبني. معلش انا متاسف بكلمك في وقت متاخر. اصلا انا استنيت لما الاولاد يناموا. قفلت على نفسك الاوضه وطلبتني؟ قفلت على نفسي ايه؟ انا بكلمك من البلكونه. واقف في البلكونه؟ يا قاعد في البلكونه. ما هو يا البلكونه يا كنت اكلمك من الحمام. لا البلكونة أرحم من الحمام. لا أنت عاملة إيه؟ أنا كويسة، أنت عامل إيه؟ الحمد لله كويس، محتاس. طلعنا روحي بصراحة. الله يكون في عونك، عندك افتتاح الشقة والضيوف، مبروك، ابقى عازمنا. الله يبارك فيكي، بس أنا مش عازمك هنا. أنا عازمك هناك في مطروح، الشقة اللي جنبك. الشقة الجديدة؟ شقتك. شقتي؟ ايوه طبعا شقتك. امال انا بشطبها على ذوقك ليه؟ عشان تعيشي فيها. الشقه اللي هنا دي شقه سعاد بفلوسها، انا ما اقدرش اعزمك هنا. وانا بصراحه عايز اعزمك العمر كله. الو، اصل انت بصراحه وحشاني قوي. انت ما بترديش ليه؟ بقول لك وحشاني قوي. قاعد اكلم نفسي، انا هرجع اقول الكلام ده ازاي؟ انت ليه مش جاي لي نوم؟ طب رايح فين؟ اطلع اقعد بره ولا في البلكونه؟